بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي في رمضان. أمسية رمضانية ولكنها أمسية تاريخية. اليوم حدث استثنائي، 24 إبريل 2021، عيد ميلاد النادي الأهلي، 114 سنة إنجازات وبطولات وتاريخ كبير جدا. تاريخ ليس فقط في الإنجازات والبطولات، لكن كمان تاريخ في القرارات التاريخية اللي أرساها النادي الأهلي في الرياضة المصرية عبر 114 سنة وعبر مجالس إدارات متعاقبة. حلقة النهاردة فيها تفاصيل كتيرة، وفيها بداية مهمة جدا، لأن احنا بالطبع بنبدأ بمباركة لجمهور النادي الأهلي على بطولة كأس مصر لكرة اليد، فوز النادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 26-23، وأيضا فوز فريق النادي الأهلي لكرة القدم على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، منافسة في بطولة الدوري وإحراز كأس مصر لكرة اليد. زميلي أمير هشام بيشاركني بالتأكيد في هذه الحلقة، وحلقة زي ما قلت لكم حلقة تاريخية. مساء الخير يا أمير. مساء الفل عليك يا محمد، ومساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. هي فعلا حلقة للتاريخ وليلة سعيدة لكل الأهلاوية، بتتكلم في ذكرى إنشاء النادي الأهلي لذكرى 114 سنة مروا على النادي الأهلي، مليئة بالألقاب والإنجازات. مش بس كده، هي مليئة كمان بالمبادئ والقيم والأخلاق والاحترام، ودي جزئية مهمة جدا دايما بيمتاز بها النادي الأهلي. كمان من ضمن الأخبار السعيدة، وزي ما اتكلم زميلي محمد، هو فوز وتتويج النادي الأهلي، رجال النادي الأهلي لكرة اليد، ببطولة كأس مصر بعد فوزهم على نادي الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 26-23، علشان النادي الأهلي يرد على طول ببطولة مهمة جدا بعد ما فقد بطولة الدوري. في نفس الوقت احنا شايفين مع حضراتكم لقطات احتفالات لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني رجال كرة اليد. وفي الحقيقة عندنا فريق مميز جدا يا محمد، كلهم عناصر شابة وواعدة، وحنشوف بإذن الله خلال الموسم اللي جاي كمان فرقة قوية قوي قوي في رجال كرة اليد بالنادي الأهلي. ده طبعا بخلاف المباراة الأكثر من رائعة النهاردة اللي أداها النادي الأهلي أمام إنبي في كرة القدم، والفوز بنتيجة 3-1 في فترة صعبة جدا بيمر بها النادي الأهلي من حيث ضغط المباريات وغياب بعض العناصر المؤثرة. لكن فعلا الأهلي بمن حضر، الأهلي قدر أن هو يؤدي مباراة كبيرة، وقدر أن هو يفوز بثلاث نقاط مهمين جدا يا محمد في هذه المباراة. يد الأهلي، يمكن هنقول عنوان صحفي، يد الأهلي دايما في العلالي، يد الأهلي لن تسقط أبدا، يد الأهلي تاريخيا هي محققة أكبر الأرقام التاريخية سواء دوري أو كاس أو حتى بطولات إفريقية خلال السنوات الأخيرة. يد النادي الأهلي دايما في المقدمة، ويد النادي الأهلي أبدا لن تسقط. إذا ضاع منك دوري بتنافس حتى الرمق الأخير للفوز بكأس مصر، هتسعد جمهورك ببطولة، لأن النادي الأهلي لا يقبل أبدا بالمركز الثاني سواء في بطولة دوري أو حتى كوصيف كاس. طبعاً. لو خسر الدوري وهو رياضة طبيعي يكون بينافس على الكاس، ولن يسقط أبدا وهيفوز بكأس مصر، وده النهاردة حصل. الأهلي فاز على الزمالك 26-23. بالمناسبة ركزوا في نقطة مهمة جدا بالنسبة للجيل اللي موجود وبيمثل لعيبة النادي الأهلي في كرة اليد، جيل مميز، جيل لسه صغير، جيل لسه أنت بتبني لسنوات قادمة، قدام لاعبين بيمثلوا القوام الأكبر لمنتخب مصر في الفترة الأخيرة. فبالتالي زي ما احنا بنتكلم عن كرة اليد، لا، كرة اليد في النادي الأهلي الحمد لله بخير، والرياضة دايما مكسب وخسارة. ولو حد ركز في مباراة كرة اليد في الدوري وختام الدوري، المباراة الفاصلة، الأهلي خسر بفارق هدف، وبالتالي انت كنت بتلعب في هذه المباراة يعني تقول هدف هنا وهدف هنا، وكان ممكن في أي لحظة تفوز بالدوري العام، وحتى قبل المباراة الفاصلة كنت ممكن تفوز بالدوري العام لولا بعض القرارات التحكيمية. لكن في النهاية في تخطيط على بطولات، في تركيز على بناء جيل جيد، وفي النهاية لما بتختار لعيبة بتختار عشان تعمل أجيال لفترة قادمة، مش بتختار لعيبة عشان تفوز ببطولة وبعد كده خلاص، لا، انت بتلعب على فكرة اللي انت تعمل جيل يكون هو القوام الأساسي لمنتخب مصر للناشئين والقوام الأساسي لمنتخب مصر للشباب، وبالتالي هذا الجيل اللي قدامنا على الشاشة اللي بيحتفل بكأس مصر هيكون هو القوام الأساسي لمنتخبنا الأول خلال السنوات القادمة. أمير، هي دفعة معنوية كبيرة جدا لهذا الجيل إن هو يفوز ببطولة كأس مصر وعلى فريق محترم زي فريق نادي الزمالك. يمكن محمد أشار لنقطة كانت مهمة جدا، يعني في بطولة الدوري كان الفرق دايما هدف، يا اما لصالح الاهلي يا اما لصالح الزمالك، كان في نديه قويه. لكن النهارده النادي الاهلي في اغلب اوقات المباراه كان فارق عن
نادي الزمالك 5 أهداف وأقل كمان بنقاط قليلة جدا، فبالتالي عملوا مباراة كبيرة. أنا عاجبني قوي الروح اللي فيها لعبة النادي الأهلي لكرة اليد، البكاء وسعادتهم الكبيرة بهذه البطولة وهذه المباراة الكبيرة اللي أدوها أمام نادي الزمالك. منتظرين منهم المزيد، لأن احنا عندنا في الحقيقة جيل مميز جدا يقدروا أن هم يحققوا إنجازات كتير جدا بخصوص كرة اليد في النادي الأهلي. والأهلي دايما معودنا على أن بعد ما بتكسب بطولة خلاص بتفكر في اللي بعديها، تقفل الصفحة على طول، بتفكر في اللي جاي كمان بجيل مميز وجيل شاب بيقدر يحقق لك كتير وكتير يا محمد، وأحلام كتيرة جدا كمان هيكون مستنيها جمهور النادي الأهلي، وبإذن الله رجالة النادي الأهلي هيكونوا في الموعد كما هو المعتاد. اللي ركز وتابع فترة الانتقالات تحديدا لألعاب الصالات هيعرف ان فريق اليد، فريق الطايره، فريق الباسكت، فريق كره السله كان في تحضير جيد جدا في فكره التعاقدات والصفقات اللي بتتم خلال الفتره القادمه. والنادي الاهلي وهو بيضع استراتيجيه للتعاقدات اللي هتتم الفتره القادمه كان بيضع نقط مهمه جدا، انك تبني جيل جيد، ان اللعيب اللي ينتمي للنادي الاهلي يكون حريص انه يلعب في النادي الاهلي رغم ان في صفقات ممكن على ارقام قليله ما انضمتش الاهلي وراحت لانديه اخرى، لكن انت كنت بتحط هنا معيار مهم جدا ان انا عايز لعيب يقعد معايا 5 سنين 10 سنين يأدي، وفي نفس الوقت لعيب يكون حابب يكون في النادي الأهلي.